بكم مشاهدينا كل عام وجيشنا بألف خير. إذن بلاتو كله من مؤسسة الجيش الوطني، عيد سعيد وذكرى 66، ونحن معتدون وفخورون بالمؤسسة العسكرية حاضرين معنا هذا المساء للاحتفاء والحقيقة إلقاء الضوء على هذا المسار والجهود نتاع الجيش الوطني. حضرة العميد طبيب رياض بطيخ، مرحبا بك، مساء الخير. الخير، مرحبا، منورتنا. حضرة العقيد سمير الشامي، اكيد المكلف بتقديم المعرض الوثيقي اللي هو قاعد يجهز في مدينة الثقافة، مبادرة طيبة، مرحبا بك، مساء الخيرات. شكرا سيدي. نرحب كذلك بالرائد حمدي المطوسي، مرحبا بك حضرة الرائد، حضرتك المشرف على إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي. مرحبا. حضرة العقيد محمد كريم الحاج عمر، المكلف بإدارة الأفراد والتكوين المهني، أحلى الأماسي، مرحبا بك. شكرا. يعيشك. نبدأ معك حضرة العقيد سمير الشامي، تعطينا فكرة على جيشنا الوطني، على المؤسسة العسكرية التونسية العتيدة. شكرا سيدة إنصاف، بارك الله فيك على الفرصة اللي تحتها لنا. في إطار الاحتفالات بالذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني، نظمت وزارة الدفاع الوطني معرض وثائقي في مدينة الثقافة الشلي القليبي، وتفضل يوم الجمعة 17 جوان الجاري السيد وزير الدفاع الوطني والسادة ضباط القادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش بوضع باقة زهور ترحما على أرواح شهداء المؤسسة العسكرية في افتتاح هذا المعرض. ولعل هذه الفرصة زاد نتذكر فيها كيف زملائنا من العسكريين اللي وفاهم الأجل المحتوم، وكذلك زملائنا الذين أحيلوا على التقاعد، نتوجه لهم بالتحية في ذكرى تكوين الجيش الوطني. وفي الواقع الجيش الوطني لأرواح شهداء المؤسسة العسكرية. شكرا. الواقع الجيش الوطني مؤسسة عريقة وضاربة جذورها في القدم في هذه الأرض الطيبة. نحن اليوم 21 جوان للذكرى، اليوم صارت أكبر معركة قادها حنبعل، وهي معركة ترازيمان في المجال الإيطالي في 21 جوان 217 قبل الميلاد. اليوم 21 جوان، وحنبعل هو يعني شخصية عالمية تجاوزت حدود تونس، واليوم في العالم الكل نحتفي بحنبعل، ومن باب أولى وأحرى نحن في تونس أن نتذكروه ونتذكروا خصاله. والجيش الوطني العتيد هذه المؤسسة التي نشأت من الشعب التونسي والتي تبنت المبادئ الجمهورية منذ تأسيسها، هي وفية لكل هذه المبادئ التي تربت عليها ونشأت فيها. فالجيش الوطني وقع تأسيسه في 24 جوان 1956 كمن أولى المؤسسات الدولة لتأكيد سيادتها على ترابها وعلى مجالها ولتأكيد إذن استقلالها. الجيش الوطني بدأ خطواته الأولى بصعوبة بطبيعة الحال لقلة الموارد البشرية ولقلة الموارد المالية وغيره، ولكن شيئا فشيئا اكتسب الخبرة واكتسب المعرفة والتأطير، وبدأ في خوض معارك الجلاء. معارك الجلاء في الحدود الغربية، لأنه فرنسا كانت محتلة الجزائر وكانت إذن تلاحق الثوار الجزائريين في التراب التونسي، فكان الجيش الوطني عرضة إلى مثل هذه الهجومات الفرنسية على تراب الوطن. وكانت أحداث الحدود الغربية إذان بانطلاق معارك الجلاء، وكانت معركة ترمادة عام 1958، وكانت معركة بنزرت، هذه كلها كانت إذن فرص بين فيها الجيش الوطني تعلقه بالوطن وتضحيته من أجلها. ومنذ ذلك التاريخ شارك الجيش الوطني إذن في كل ما يهم التنمية الاقتصادية الشاملة بالبلاد، وانخرط في مؤازرة ومساعدة وإسناد كل هياكل الدولة في كل المجالات. والمعرض الوثائقي في الواقع اللي نظمته وزارة الدفاع الوطني في مدينة الثقافة يستعرض كل هذه المحطات. فالزائر لهذا المعرض، وهنا تسمح لي دعوة للسيدة السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين باش يتفرجوا على المعرض هذا ويتنقلوا إلى مدينة الثقافة ويشوفوا ويأخذوا فكرة ملموسة من خلال الوثائق السمعية البصرية ومن خلال المعروضات الجديدة اللي السنة ضفناها، وهي معروضات متحفية. أضفنا بعض القطاع المتحفية من المتحف العسكري الوطني لإدخال جانب
تاريخي على هذا المعرض، ليعرف التونسي أنه الجيش الوطني موغل في القدم، متجذر في هذه الأرض الطيبة، فيجد سيجد هناك الأسلحة الأولى اللي استعملها الجيش الوطني عند الاستقلال، سيجد أزياء من العهد الحسيني، من عهد حمودة باشا اللي هو يعتبر من أعظم البيات اللي عرفتهم تونس، سيجد السلاح الشخصي للمناضل مصباح الجربوع اللي مات في استشهد في معركة رمادة عام 58 إلى غير ذلك. فندعو كافة الأخوة المواطنات والمواطنين باش يشوفوا المعرض هذا. لا، والمعرض منتقل يعني في قلب المدينة، في مدينة الثقافة، في البهو الكبير لمدينة الثقافة ومن ناحية شارع محمد الخامس. نعم، يعني والمعرض هذا سيد أنصاف هو يستعرض في الواقع المهام الأساسية للجيش الوطني، للجيوش الثلاثة، في حفظ الأمن وفي القيام بمهام في الدفاع عن حوزة الوطن في المجال الجوي والبحري والمجال الترابي، هذه المهام الأساسية، الدفاع عن الوطن من كل عدوان داخلي أو خارجي، وكذلك يستعرض إسناد المؤسسة العسكرية لكل هياكل الدولة. ويظهر هذا في الصحة العسكرية، وسيتفضل السيد العميد بشكل عليها، وفي التكوين والتكوين المهني والتعليم العالي العسكري. إذن هذه كلها مجالات إلى جانب غيرها من المجالات كما الحماية من الكوارث الطبيعية، مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة، فهذه الكل وظائف يسند فيها الجيش الوطني هياكل الدولة. الجيش الوطني لا يعوض هياكل الدولة ولا يقوم مقامها، بل يسندها ويدعمها، وهذا ديدنه وهذه مهمه. يعطيك الصحة حضرة العقيد سمير الشيمة على هذا العرض الضافي والملم يعني بالدور المؤسسة العسكرية. أكيد عرشت على دور مهم اللي لعبته المؤسسة العسكرية الحقيقة على المستوى الطبي وتدخلاتها. حضرة العميد طبيب رياض بطيخ، نحن كلنا اعتراف وامتنان إلى المؤسسة الطبية المدنية، أكيد المؤسسة الصحية الطبية المدنية، وكذلك حتى المؤسسة العسكرية، لأنه صار دعم وتدخلات كبيرة، وخاصة تنقل في مختلف ربوع تونس وفاية فيها من أجل التلقيح ومن أجل التوعية والعلاج. مرحبا. نشكرك، نشكر الفريق العامل معك. تحياتي للمشاهدي الوطنية الأولى. ذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني هي زادة ذكرى 66 لانبعاث الصحة العسكرية والقوات المسلحة. وما زلتك عملت احتفالية كبيرة بمناسبة المؤتمر 13 للطب العسكري في مدينة الثقافة. القوات المسلحة باش تخدم وتكون على أهبة عملياتية، يلزم وراها إسناد صحي يكون ديما موجود معاها في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن. من أهداف الصحة العسكرية زوز أهداف خاصة، يعني العناية بالصحة العسكرية، صحة العسكريين عائلاتهم، المدنيين اللي تابعين وزارة الدفاع، باش يكون ديما العسكري مطمئن على صحته في كامل الأهبة العملياتية ومطمئن على عائلته. زاد الهدف الثاني هو إسناد المجهود الوطني في ميدان الصحة كلما معناتها دعت الحاجة لذلك. هذوما زوز أهداف متاع الصحة العسكرية الأساسية. بطبيعة وكان تحب نرجع بعد على كيفاش معناتها تفاعلنا مع الجائحة هذه متاع الكوفيد 19 من الاول، معناتها عملنا اليقظه العلميه من الاول، لا في سيانتيفيك، وقت اللي بدات في ديسمبر 2019 كان تذكروا. بعد في فيفري 2020 بعثت لجنه اللي هي باش تتبع الحاله الوبائيه وتحط الاستراتيجيات اللي هي تكون استراتيجيات مواتيه الاستراتيجيه الوطنيه بطبيعه، مع خصوصيات الصحه العسكريه عندها خصوصياتها. زدنا في سبتمبر 2020 بعثنا المرصد العسكري للأمراض الجديدة والمستجدة كما الأوبسيرفاتوار أليشان ناسيونال في وزارة الصحة. وبطبيعة الحال معناتها دعم هذا الكل يزمو يكون دعم لوجستي من الجيوش الثلاثة، الطيران، البحر والبر. وهل الدعم اللوجستي هذا خلينا معناتها نخدموا مع بعضنا مع وزارة الدفاع والوزارات الكل اللي تكون معناتها داخله فيها معناتها الصحة والاستراتيجيات اللي تحطت لمجابهة الكوفيد 19.
يعطيكم الصحة، كل الشكر وكل التقدير. نعرفوا اللي أبنائنا اجتازوا امتحان البكالوريا، أبنائنا اجتازوا امتحان النوفيام، وأكيد فما برشا من شبابنا يتوق ويطمح إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني. نبدأ بالحديث معك خاصة على مستوى التكوين المهني، حضرة العقيد محمد كريم بالحاج عمر، حضرتك تشرف على إدارة التكوين المهني والأفراد. بالنسبة لأبنائنا اللي خاطر نعرفوا أنه زاد نسبة التشغيل 100% المؤسسة العسكرية بعد التكوين، مهم جدا هذا في ظل بلد يعني يعاني من البطالة أكثر من 18.4% بطالة. الحل والملاذ يبدو لي المؤسسة العسكرية. شكرا، مرحبا بك، وكل عام وانت بخير. عايشك. دونك بالنسبة لنا احنا راهو نكونوا في المدنيين، مانيش بالنسبة للتكوين المهني، نحن نكونوا المدنيين والعسكريين اللي يلتحقوا بصفوف الجيش. نوضحوا للسادة المشاهدين كيفاش يتم الالتحاق، كيفاش يتم الاختيار، شنو هو الاختصاصات المتوفرة. نحن بالنسبة لنا احنا الاختصاصات اللي متوفرة عندنا 64 اختصاص. بطاقة استيعاب 1552 متربص في برنامج التكوين المهني، وعندنا ثلاثة برامج، هو برنامج تكوين المهني وبرنامج تدريب المهني وبرنامج تأهيل حاملي شهادة العليا وحاملي شهادة التكوين المهني. بالنسبة لبرنامج التكوين المهني عندنا 11 مركز. الحديث المركز هذين كما قلت لك يأمنوا 64 اختصاص بطاقة استيعاب 1552 متربص، وعندنا 372 إن يمكن إيوائهم بالمراكز بتاعنا. ويضمن ثلاثة مستويات اللي هي مستوى المؤهل التقني المهني وشهادة الكفاءة المهنية وشهادة المهارة. بالنسبة للبرنامج التدريب المهني عندنا 7 ورشات. أي؟ وبالنسبة للتدريب المهني دوم الدراسة عامين للتدريب المهني، بطاقة استيعاب 395 متدرب. نحكيهم فكرة على الاختصاصات. الاختصاصات 65 اختصاص، نجم نذكر منهم بعض الاختصاصات. الخطوط العريضة خطر فما الطبخ والمرتبات وسلاح المعدات والحظائر والمهنة البحر وكل خطر في لقاءات تحضير حكينا على هذا. هما برشا الاختصاصات نذكر منهم الطبخ، المرتبات، ميكانيك السيارات، البناء والكهرباء، برشا اختصاصات معناها موجودين ونجموا يرقاهم في السيت نتاعنا ديفونس كوانتيه. معناها ينجم يعمل التدريب ويبقى في حالته المدنيه وبدون ان يلتحق بالمؤسسه العسكريه، وينجم في المقابل زاد اذا اختار انه يلتحق بالمؤسسه العسكريه يدخل في مناظره. يدخل في مناظره، ما ينجمش يلتحق ديريكت الا ما يدخل في مناظره في المستوى اللي هو فيه. والأدنى مستوى نبدأ احنا المستوى التعليمية، أدنى مستوى هما اللي فايتين السنة السادسة حتى للتاسعة ابتداء، هذوكم ينتقوا ياخذوا شهادة المهارة. بالنسبة اللي هما السنة التاسعة منهات، هذوكم يلتحقوا بشهادة الكفاءة المهنية. وبالنسبة للناس اللي هما السنة الثانية ثانوي منهات، هما يلتحقوا بمؤهل التقني المهني. على ما يبدو هناك اهتمام أكثر بمهن البحر وتقنين مجال تربية الأسماك والأحياء المائية، تكوين الغطاسين، يعني ماشيين في هذا زاد المجال. عندنا زوز مراكز جدد قاعدين نحضروا فيهم، هو المركز العسكري للتكوين المهني في مجال الغوص اللي فيه تربية الأحياء المائية، لحام في الماء، وفيه صيد الاسفنج والمرجان. وعندنا المركز العسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيده، اللي هما هذوما زوز مراكز باش يحلوا في سنه 2023. اي اختصاصات؟
هذوما اللي كنت خاطر زاده فما رياضيه وما احوجنا لذلك احنا هذوما مازالوا مشاريع نتمنى تمضيوا فيهم خاطر نعرفوا احنا المنشات الرياضيه الكل قاعده تعاني من تدهور وما فماش صيانه ومختصين كبار في الصيانه. نتمنى انه تمضون قدما في افتتاح مثل هذه المشاريع وهذه المراكز. قاعدين تو في الدراسه ان شاء الله بعد ما نكملوا الدراسه ان شاء الله. هذه بالنسبه للتكوين المهني اللي قلت فيه جانب مدني وجانب عسكري. نمشيو للتعليم العالي العسكري. سي الرائد حمدي المطوسي، حضرتك مشرف على اداره التعليم العالي العسكري والبحث العلمي. ابنائنا اجتازوا الامتحانات، بعثوا لسماس، يستناو توا في النتيجه قريبا ان شاء الله. ربي يفرح التوانسه الكل من شهد واصاب، ان شاء الله يا ربي ينجح ويتالق. للناس اللي مغرومه واللي تحلم بهذا الزي الجميل اللي قاعدين تحملوه بالزي العسكري هذايا، كيفاش يتم الالتحاق بالاكاديميات يعني العسكريه على اختلاف اختصاصاتها حضره الرائد؟ في البدايه شكرا على الاستضافه. مرحبا. كان ممكن نعطي لمحه ساعه على التعليم العالي العسكري؟ اكيد تفضل. التعليم العالي العسكري هو منظومه كامله، الهدف نتاعها تكوين الضابط وضباط صف. لان هي لازمنا نفرق بين حاجتين. بالنسبة لتكوين الضباط هو تكوين أساسي، فما مؤسسات تعنى بالتكوين الأساسي للضباط اللي هي ليز أكاديمي، الأكاديميات العسكرية، عن الأكاديمية العسكرية بفندق جديد، والأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة، ومدرسة طيران برج العامري. وفما كذلك المؤسسات اللي تعنى بالتكوين المستمر للضباط اللي هما مدرسة الأركان والمدرسة الحربية العليا. بالطبيعة اللي يهم أكثر المشاهدين هي المدارس تتعلق بالتكوين الأساسي للضباط اللي هما الأكاديميات العسكرية. الالتحاق بالأكاديميات العسكرية هو ديما يسير سنويا عن طريق مناظرة يتم الإعلان عليها بالنسبة للسنة إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، يتم الإعلان عليها عبر وسائل الإعلام وعبر موقع ويب وزارة الدفاع الوطني defense.tn. في الإعلان هذايا لي كانديدا ينجموا يلقاو الشروط الكل اللي نجموا نعطيو عليهم لمحة بسيطة توا يعني. أي تفضل. للالتحاق بالأكاديمية العسكرية يلزم العمر يكون بين 18 و 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 بالنسبة لدورة السنة. كذلك الطول بالنسبة للبنات 1.60 متر والأولاد 1.67 متر، يكون عنده معدل في الرياضة لا يقل على 12، ويكون ناجح في البكالوريا بمعدل لا يقل على 10. هذه شروط عامة، ولكن بحكم كونه فما عديد الاختصاصات وتنرجعوا لهم في الأكاديمية، فما اختصاصات تطلب مؤهلات خاصه. ايه زاد مش طب طب شب عشا معناها اكيد كل لا هذاك 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 الشرط. اي هذاك باش يتقدم الشرط الادنى. هذا الشرط الادنى بالطبيعه هو كونكور، دونك فما الاولويه. شنو المقياس نتاعنا احنا فينا المو؟ المقياس هو المعدل. فما رصيد يحسب والمعادله كيفاش تحسب الرصيد هذايا موجوده يعني في قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني. ينجم اي كونديدا يعرف روحه الرصيد نتاعو شنو هو يعني باش يعرف حظوظه. اذا كان نشوفوا توا المناظره شنو فيها باش كل كونديدا يعرف علاش قادم. بالاساس فما ثلاثة اختبارات، فما اختبار نفساني سيكوتقني، فما اختبار طبي، وفما اختبار رياضي. هذه الاختبارات العامه اللي يعني يقوم بها اي مترشح. لكن كما حكينا فما اختصاصات كما الطيارين مثال عندهم فيزيت ميديكال يعني ان بو ابروفوندي يعني معمقه شويه. وبالنسبه للي باش يخدموا في جيش البحر كذلك عندهم اختبار في السباحه. هذه السير المناظره بصفه عامه. التسجيل ان شاء الله يكون كما حكينا في الايام القليله القادمه. نورمالمون باب التسجيل يبقى مفتوح لمده 3 اسابيع. يعني فرصة باش قداش تقبلوا تقد الاستيعاب؟ قداش تاخذوا معناها في هذه الدورة؟ الحاجات هذه تحدد حسب الحاجيات. حسب الحاجيات في كل عام كيفاش يعني؟ هذا السؤال اللي ما يلزمنيش نسأله. يعني الحاجيات هذه تحددها هي فينالمون هو المؤسسات التعليم العالي العسكري والأكاديميات العسكرية بالأساس. هي على فكرة تكون بالأساس للجيوش، جيوش جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران، ولكن كذلك تكون للمؤسسة الوطنية. عديد المؤسسات الوطنية تابعة للوزارات الأخرى،
يعني تبارك الله هي في المؤسسة في الأكاديمية العسكرية ولا في مدرسة سيران برج العامري ولا في الأكاديمية البحرية، يعني كل الألوان موجودة، واضح كل الأسلاك يعني الأمنية موجودة، واضح. ولكن بالأساس بتبيع التكوين هو اللي فائت وزارة الدفاع الوطني أكيد. ومن بعد عنا مجموعة من الأسئلة زي باش نسألوها، نحب نرجع للحضرة الرائد حضرة العميد طبيب رياض بطيخ. أكيد العديد من المشاريع المستقبلية في الصحة العسكرية، نعرف اللي هناك يعني نية في افتتاح مشاريع لمستشفيات عسكرية جديدة، نعرف ما تتمتع به يعني مؤسسة الصحة العسكرية من سمعة طيبة من في مستشفياتها، ونحبوا التوانسة برشا يطالبوا بتعميم هذه التجربة على مختلف الولايات وخاصة على الأقل الأقاليم الكبرى في تونس. معنا عن مشروع جديد في جابس، نعرفوا جابس تعاني من أعلى نسبة يعني إصابة بالأمراض السرطانية، ومن المزمع افتتاح معناه مشروع صحي كبير علاجي. هو صحيح معناتها ثمانية أنه يقع إحداث مركز عسكري لطب الأورام واللي هو تفتقره معناتها بلادنا، وتكون ديما كونسنتري في لي غروند فيل، نحبوا نقربوا الخدمات هذه ولا مركزية، والأورام بطبيعة قاعدة تتكاثر للأسف من عام لعام. الفكرة زادة أنه نقربوا الصحة زادة لمنظوري وزارة الدفاع بأحداث مساحات متعددة الاختصاصات في الجهات، كما على في الكاف عندنا في القفصة بيانتو دونك إن شاء الله ندشنوا المساحة متعددة الاختصاصات بالقصرين في العيد هذايا 66 إن شاء الله. من البرامج أخرى أنه مشروع المدينة الطبية متاع القيروان اللي بدأت نخمه في أحداثها، هي مدينة متكاملة فيها معناتها أساسا المشاريع الطبية، لكن فيها جامعات كل الاختصاصات. جامعات معناها ممكن تكون جامعات الطب وجامعات لمهن الصحة، مهن الصحة بطبيعة الحال تكون موجودة على عين المكان، وهكا باش معناتها تلبي معناتها الحاجيات نتاع الجنوب التونسي والوسط الغربي اسونسيلمون. هو جميل هذا الاهتمام الحقيقه بصحه ولا مركزيه الصحيه سواء على المستوى العسكري وكل، خاطر حتى المستشفيات الجامعيه للاسف في المناطق الداخليه تبدا جامعيه وهي فاقده لابسط يعني تلقاها تصوير بالمنظار ولا سكانيري يتعطل يقعد كيكة، وللأسف هذا موجود. موضوع الاختصاص هو الإشكال الكبير اللي موجود في تونس، والأطباء الاختصاص ما يتنقلوش زادة في المشاريع نرتقي بمستشفى صفاقس على الأقل على مستوى الصحة العسكرية، فما انضباط وفما إن شاء الله مستشفى صفاقس اللي هو هيبة من الصين اللي هو توا اسمه مستشفى ميداني بتاع صفاقس، نحبوا نرتقي به. زاد هو تشرف عليه الصحة العسكرية، لكن فيه اللي يخدموا فيه أطباء كوادر إدارة طبية وشبه طبية مدنية وعسكرية، لكن تشرف عليه الإدارة العامة للصحة العسكرية. نحبوا نرتقي به لمستشفى جامعي زاد، خاطر مستشفى جديد فيه الانفراستركتور حلوة والإمكانيات، معناتها البنية التحتية تواتي أنه يولي مستشفى جامعي. حتى في جابس هذا فما وحده لتخزين وتوزيع الادويه الخصيه فما بو ديسنتراليزي توزيع الادويه على الجمهوريه التونسيه. يكون عندك سنتر في النار وفي السنتر في النار وفي السنتر وفي السود، هذا هو معناتها التصور معناتها بالنسبه للادويه بصفه عامه. تحدثنا على جابس وعلى صفاقس، زاد ما ننساوش القصرين بطبيعة، ثم هذه قلت لك المساحة المتعددة الاختصاصات إن شاء الله باش تبدأشن في النهار 24 جوان إن شاء الله في الذكرى. إن شاء الله مبروك الانبعاث الجيش الوطني إن شاء الله على أهل القصرين. بالفعل كيف في المشاريع أنه والحاجة الباهية في القصرين حسب اللي يقولوا لنا أنه ثم يعني قسم جراحة كبير ومجهز بأعلى تقنيات إن شاء الله، تكون ثم أونتين شيرجيكال موجودة غديك على عين المكان هذاك، معناتها تخلي الاخذ بالذمه بالمرضى والمصابين في اسرع وقت وفي احسن الحالات باذن الله ان شاء الله. يعني إن شاء الله. بالنسبه لهذه الحالات نتاع الكوفيد اللي قاعدين نسمعوا بها هنا وهناك، هل هي مؤشر خطر نرجع
البورسنتاج نتاع البوزيتيفيتي معناتها كان 4% من التحاليل توا طلع على 12%، دونك سي ملتيبلي معناتها ضرب 3. الحمد لله معناتها الحالات ماهيش خطيره، لكن الحذر واجب بالطبيعه، يلزمنا بتاتخ نخمو. واللجنه العلميه ظل اليوم عندها اجتماع في وزاره الصحه باش تنظر في الموضوع هذا ان شاء الله. هذا هو الحذر واجب. نرجع لك حضره العقيد سمير شامي، الحقيقه اكيد نعرفوا اللي فما هناك العديد من المعارك اللي وصمت تاريخ المؤسسه العسكريه، وفما العديد من المتاحف العسكريه اللي تخلد هذه العمليات، هذه الملاحم التاريخيه العسكريه، لكنها تبقى داخل اسوار المتاحف. نتمناو انه اكثر فاكثر يتم الانفتاح على هذه المتاحف، ولان المرور بها هو وقوف على تاريخ البلاد هذيا وعلى يعني بطولات ابنائها. صحيح سيدة أنصاف، والله إحنا سنة خرجنا خارج أسوار المتاحف في المعرض متاع مدينة الثقافة الشادي القليبي كما كنت نحكي منذ حين. خلينا نعدوا على امتداد الخريطة الجمهورية التونسية المتاحف الموجودة. نعم. واللي تخلد لملاحم كبيرة في تاريخ. نعم. تونس المؤسسة العسكرية في تونس عريقة جدا كما ذكرت منذ حين، من حنة بعل، من قرطاج العظيمة، من البطولات في القرون الوسطى، في العصر الحديث، حتى إلى التاريخ المعاصر. في كل فترة من فترات تاريخ تونس تم بطولات وأمجاد من حق كل تونسي ومن واجبه، وخاصة الشباب باش يعتز بها ويفخر بها ويرفع رأسه، لأنه هو سليل حنة بعل وسليل يوغرتا والكاهنة وغيرهم من الأبطال. التاريخ تاريخ ممتد. بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني تهتم بالقطاع هذايا، مجال التراث العسكري ومجال التاريخ العسكري مهتم به أي اهتمام، فأنشأت لذلك العديد من المتاحف، أولها المتحف العسكري الوطني اللي موجود في قصر الوردة في منوبة فعلا، وهو يختزل التاريخ العسكري التونسي من قرطاج إلى يوم الناس هذا، نجد فيه معروضات تخلد جميع مراحل التاريخ العسكري الوطني. كذلك المتحف العسكري لخط مارث الدفاعي اللي هو موجود في جهة مارث في جهة قابس، وهو مختص في معارك الحرب العالمية الثانية في تونس. كيف هذا التراث مشترك بالحق، ممكن تمروا عليه وانتم تبداوا ما بين. نعم. من قابس ولا مثلا خارج من جربة القابس، بالفعل حاولوا توقفوا انكم تزوروا هذا المعرض، مهم جدا. انا زرته الحقيقة ثرية، تتعرف على زدنا فيه بعض كبيرة. المعروضات الجديدة اللي ينجم الزائر يشوفها كما السيارة نتاع رومل الألماني فعلا، وغيرها من المعروضات الجديدة. كذلك عندنا المتحف اللي موجود في منطقة غار الدماء على الحدود الغربية لبلاد تونسية، اللي هو يخلد التضامن التونسي الجزائري خلال حرب التحرير الجزائرية، خلال الثورة الجزائرية. نعرف أنه الأخوة الجزائريين يعني كانت لهم موطأ قدم في تونس، وحتى أويتهم تونس وأعطتهم يعني المجال باش ينظموا أنفسهم باش يقاوموا الاستعمار باش يحرروا بلادهم. وذاك علاش عملنا المتحف هذاك، ليكون شمعة مضيئة في التاريخ المشترك بين البلدين، ولا نزالوا بصدد إثرائه، وإن شاء الله في المستقبل سيقع إنشاء مقر جديد للمتحف يليق بهذه الأخوة التونسية الجزائرية. كيف سمحني أنت عديت الكلمة عادة. المتحف الذاكرة الوطنية في السجومي، اللي هو السجومي كانت ميدان رمي، كانت السلطات الاستعمار تقتل فيه وتعدم فيه المجاهدين والمقاومين. الدولة التونسية بعد الاستقلال جعلت منه روضة للشهداء ومتحف يخلد الذاكرة الوطنية. هذا بصدد إعادة تهيئة غير مفتوح للزيارة الآن، وإن شاء الله عن قريب سيرى النور في حلة جديدة. هذا الكل باش التونسي يعتز بتاريخه ويفخر به ويكون يعني يعرف تاريخه. وعلى هذا في الإطار هذا نظمت وزارة الدفاع الوطني خلال بمناسبة الاحتفالات بذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني أيام مفتوحة للمتاحف العسكرية، وهنا نجم ندعو السادة المواطنين والمواطنات باش يزوروا المتاحف أيام 24 25 و26 جوان مجانا للعموم. 24 25 26 احتفلوا. نعم. مع الجيش بالعيد 66 وزوروا. نعم. المتاحف مجانا وتعرفوا على تاريخ بلادكم. يعطيك الصح. نزيد كلمة أخرى؟ تفضل. وحاجة مهمة برشا، لازم التونسي يعرف أنه الجيش الوطني اليوم هو سليل كل هذه الأمجاد وكل هذا التراث التليد، وتربى على مبادئ الجمهورية وهو في خدمة الجمهورية. ولذلك في هذا المعرض أقمنا جناح خاص بالنواة الأولى، وعرضنا فيه
العلم الوطني المفدى اللي سلمه الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة لقائد القوات المسلحة التونسية عام 56، وهي قطعة نادرة ونفيسة معروضة وماذا بيا الصغيرة الكل والشباب خاصة يمشيوا يشوفوها. كنهار جات سيدة مسنة والله ربي يبارك فيها تبكي بالدموع كي شافت يعني تمثال يمثل الزعيم الله يرحمه، لأنه هو ما يلزم الناس يعرفوا أنه هو أول وزير للدفاع في تونس، راه أول وزير للدفاع وهو بني الجمهورية، أعطيناه يعني خلدنا الذكرى نتاعه بهذه المعروضات. وبعد ذلك كان سيد أحمد المسيري كان كذلك من كان وزير الدفاع وأشرف على الحقيقة على بلورة وزارة الدفاع أكثر فأكثر. أنا حاورته مرة ونذكر قاعدة نتحدث على وضع اللبنات الأولى. نعم هذه تهنئة دونك للتونسيين الكل بعيد ميلاد المؤسسة العسكرية اللي هي منهم وإلى على هذه النبذة التاريخية. حضرة العقيد سمير الشامي، نرجع بالحديث معك حضرة رائد حمدي المطوسي. أكيد التساؤلات ما تتوقفش بالنسبة للمشاهدين المهتمين يعني بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية وبالدراسة في التعليم العالي العسكري، الاختصاصات الكل متوفر، الاختصاصات الكل موجودة، بعد ذلك الانتداب كيفاش يكون بالنسبة للتكوين المهني، فما جانب مدني وجانب عسكري، ما هو الحال بالنسبة للتعليم العالي العسكري؟ قبل ما نعطيك الاختصاصات المتوفرة يلزم كل مترشح وإن شاء الله ساعة نتمنى بنجاح للتلامذة في البكالوريا السنة، يلزم يعرفوا اللي التكوين في الأكاديمية العسكرية في المؤسسة التعليم العالي العسكري موش فقط تكوين علمي، هو الهدف تدريب. من التكوين في التعليم العالي العسكري في مؤسسة التعليم العسكري هو تكوين ضباط عندهم تكوين علمي بالمقاييس المعتمدة على الصعيد الوطني. يعني عنا زوز مسارات، فما مسار تكوين هندسي وفما مسار تكوين في نظام الأمد. الهدف هو تكوين ضابط يكون عنده تكوين علمي يعني باهي، وفي نفس الوقت عنده تكوين عسكري ومعنوي. يعني اللي ان شاء الله اللي يحب يدخل الأكاديمية يلزم يعرف اللي راهو فما مجهود كبير في الأكاديمية، لكن فما شنو ما لي زافونتاج، فما برشا تعب، فما برشا خدمه، انضباط، فما برشا انضباط، يعني هذا كله موجود، ولكن في المقابل فما اختصاصات يعني برشا ناس ما نجم يعملها كان في المؤسسه العسكريه. وبعدها نرجعوا لهم الاختصاصات اللي متوفرة به. الاختصاصات يعني نتصور أنا فما شكون يحب يولي يخدم في القوات الخاصة عنده الأكاديمية عسكرية، يحب يخدم بيلوت مدرسة طيران برج العام، يحب يخدم في البحر الأكاديمية البحرية، يعني تبارك الله فما اختصاصات متعددة. النجم نعدد لك بعض الاختصاصات اللي بشي إن شاء الله بشي يكونوا متوفرين على تطبيق متاع المناظرة متاع السنة، يعني ان شاء الله في الايام القليله القادمه كي باش تتحل ابليكاسيون تاع المناظره على أي موقع كونديدا وزاره الدفاع على موقع defense.in. وقت اللي الكونديدا يحط المعطيات نتاعو اسمه بطاقه تعريف وكذا، وقت اللي يحط شعبه البكالوريا باش تخرج له الاختصاصات اللي نجم يمشيها. فما اختصاصات علميه وفما اختصاصات في العلوم القانونيه والتصرف وفما بالنسبه للاكاديميه العسكريه باش يكون فما اختصاص العلوم العسكريه والالكتروميكانيك وتقنيه الاسلحه والهندسه المدنيه والاعلاميه والاتصالات والعلوم القانونيه والتصرف. هذه بالنسبه للاكاديميه العسكريه. بالنسبه للاكاديميه البحريه باش يكون فما زوز اختصاصات، تكوين هندسي اللي هي قياده سفن وانظمه بحريه وطاقه وتقنيه بحريه. هذوما الاختصاصات في التكوين الهندسي بالأكاديمية البحرية. بالنسبة للمدرسة طيران برج العامري باش يكون فما اختصاص سياقة الطائرات، جولان جوي، تيليميكانيك، ميكانيك الطائرات، هذوما الاختصاصات المتوفرة في مدرسة طيران برج العامري. يعني كما نراو يعني فما اختصاصات بتاتر موجودة في الجامعات المدنية كما التليكوم ويعني الاتصالات والإعلامية، لكن فما اختصاصات راهو متوفرة كان في المؤسسة العسكرية وللعباد اللي مغرومة ان شاء الله ربي يوفقها. يعني ونتمناو ان توكا هما يعني على موقع defense.in تكون كما كل عام برشا عباد راغبه، ولكن الاولويه بالطبيعه للاكثر. اذا التحق بالدراسه العسكريه وبالتكوين العسكري يعني سيتم مساره في المهنه في المؤسسه العسكريه. المؤسسة العسكرية التكوين يدوم 5 سنوات
خمس سنوات سواء كان في مسار التكوين الهندسي أو في مسار النظام أمد. في كل الأحوال خمس سنوات بالنسبة للتكوين الهندسي سنتين يعني مرحلة تحضيرية وبعد سيكل انجينير، وبالنسبة للمسار في نظام أمد يعمل ماجستير ومن بعد يعمل بليتو إجازة ومن بعد يعمل ماجستير. خمس سنين في المؤسسة العسكرية تكوين ومن بعد يلتحق مباشرة للعمل ان شاء الله. سي كريم اكيد انتم المناظرات كيفاش يتم فتحها ولا كل مره حسب كل مركز حسب كل اختصاص بالنسبه للتكوين المهني؟ نحلوا دورتين، دوره في فيفري ودوره في سبتمبر. وبالنسبه لكيف التعليم العالي نحن موجودين على www.defense.tn وعندنا مكتب استقبال في القاعدة العسكرية ببوشوش. أوكي نجموا يمشيوا للمكتب يتصلوا، ولا حاليا عندنا المعرض الوطني للتكوين المهني 2022 بالكرم جا موجودين فيه، واللي عنده أي تساؤل ينجم يجي يرقى من جملة المنظومة الكل للتكوين المهني موجودين غادي نجموا أي استفسار نجاوبوهم عليه. واضح. بالنسبة للاختصاصات هذه الكل وديما نذكره بالنسبة للتكوين المهني أدنى مستوى تعليمي قلت سادسة ابتدائي وأقصى مستوى تعليمي سنة ثانية ثانوي. سنة ثانية ثانوي. نحب نرجع معك حضرة العميد طبيب رياض بطيخ، ما حكيناش على القوافل الصحية هكا ولا، والحقيقة تعملوا في مجهود كبير في القوافل الصحية، يعني 2008 88 قافلة إلى يومنا هذا تتواصل القوافل الصحية ديما وين ثم حاجة أنه يزمنا نتنقلوا على عين المكان ونعملوا قوافل صحية، وصرتوا نرجعوا في الاختصاصات، صرتوا الاختصاصات اللي المناطق النائية في تونس اللي تفتقر للاختصاص نتنقلوا لها. وكما ذكرت سيادتك ثم برشا قافلات صارت، بخلاف القافلات زادا عملنا مجهود زادا سادنا المجهود الوطني للتلقيح ضد الكوفيد. فعلا هذا ما ننساوش ونحييكم عليه. وتذكروا معناتها الحملات التلقيح المكثفة والسنتي ميليتير الصحة العسكرية مشيت للبلايص اللي يصعب تكون موجودة فيها الصحة بصير في صفة عامة بورتا بورت بورتا بورت وشاركوا فيها تقريبا أكثر من 500 إطار طبي وشبه طبي من الصحة العسكرية، وصارت أنه تقريبا أكثر من 200 ألف مواطن تلقى الجرعة الأولى والجرعة الثانية، بخلاف انه شاركنا زادة في الـ في الـ في المراكز التلقيح بصفه عامه في تونس كامله، وكانت معناتها سادنا المجهود الوطني مع المنظمات الغير حكوميه كما الكشافه والهلال الاحمر، وكانت المساهمه نتاعنا باكثر من 3000 اطار طبي وشبه طبي في الحملات اللي دامت تقريبا على عامين كاملين، دونك شاركنا فيهم. وهذا الكل معناتها بالمجهود الناس اللي الكل عملت المجهود باش وصلنا، عملنا معناتها بورسنتاج باهي نتاع فاكسيناسيون في تونس، خليت معناتها تقلص الحالات الحاله الحمد لله، ورجعنا للحياه العاديه نتاعنا بالتدرج بشويه بشويه ان شاء الله. مع الحذر في هذه الايام لانه نسب العدوى قاعده تكبر. نحب نرجع نحكي معك سي الماتوسي على البحوث العلميه، خضر حكينا على التعليم العالي ما حكيناش على البحث العلمي الحقيقه وكذلك التكوين المستمر. سيكين تفضل سي الماتوسي. هي منظومه البحث العلمي كيف منظومه التعليم العالي، هما منظومات يمشيوا يعني بالتوازي. والحق ثم يعني حرص من القياده باش يصير تشجيع لكل ما هي مبادرات في المجال نتاع البحث العلمي، واحنا كمؤسسه العسكريه هي ديجا منخرطة في المنظومة الوطنية اللي تشرف عليها وزارة التعليم العالي من خلال وحدات ومخابر بحث موجودة في مؤسسات التعليم العالي، موجودة في المستشفى العسكري بتونس وموجودة في المستشفى العسكري ببنزرت، ولكن كذلك فما مجهود كذلك في مشاريع أخرى فيها اللي تنجز بمركز البحوث العسكرية. احنا في وزارة الدفاع عندنا مركز البحوث العسكرية اللي يقوم بمجهود كبير ويقوم بعديد المشاريع. فما توجه من القيادة كونه المشاريع هذه تكون في اتجاه أولا الرفع من القدرة العملياتية، وهو بحث علمي تطبيقي. يعني فما بزوان فما حاجة أكيدة، الهدف من كل المشاريع اللي طوى يصير إنجازها في مستوى وزارة الدفاع الوطني هي مشاريع عندها أهداف محددة، فما حاجة أكيدة
وديما الهدف هي القدرة العملياتية. أعطينا مثال متاع هذه البحوث. نسأل أسئلة بزيج نسألها أنا بالنسبة للمؤسسة. أنا اللي نجم أكده لكونه كل المجهودات اللي صارت. نحترم التحفظ متاعك ما حبيت فقط. أنا نجم أكده لكونه فما كفاءات. فما كفاءات في وزارة الدفاع سواء من أساتذة التعليم العالي المدني وإلا من الضباط متاع وزارة الدفاع الوطني يقوموا بعديد المشاريع الهامة والهامة جدا. واضح به. نحب نحكيه على تكوين المستمر سي محمد كريم بالحاج عمر. هو ما عندناش تكوين مستمر. بالنسبة تو مثلا ينجم أنت ينطلق إذا كان التحق بخدر هو يتحدث على منظومة إمد. إذا كان انطلق مثلا وهو التحق بالمؤسسة العسكرية ابتدأ يعني في مستوى معين ويريد أن يواصل إلى أي مدى يمكن أن تصير هناك ترقي في المنظومة المهنية نتاعه يعني عبر الدراسة والتكوين المستمر. بالنسبة للتكوين المستمر أي هل هذا موجود ولا لا؟ موجود لكن مش في نطاق التكوين المهني، هو في نطاق مدارس ضباط الصف ومدارس الرقباء، هذوما مدارس موجودة عندنا في المؤسسة العسكرية. واضح. ونجم يتعدى من مدرسة إلى من مستوى إلى مستوى، من مستوى مدرسة الرقباء ينجم يتعدى مدرسة ضباط الصف، ومن مدرسة ضباط الصف ينجم يتعدى إلى الأكاديميات. هذا التكوين المستمر بالنسبة اللي موجود في الجيش خلف اللي حكى عليه حارة الرائد في المستويات. سلمطوسي بالنسبة لتأهيل أصحاب الشهادات العليا ديما تقعد هناك ذلك الترقي المستمر، تلك الدراسة، ذلك التكوين وإعادة رسكلة والتأهيل. هو فما كما حكينا التكوين الأساسي يصير في الأكاديميات، ولكن أي ضابط كيف يتخرج من الأكاديمية برتبة ملازم أول باش يمشي يخدم، الخدمة تتطلب مؤهلات متاع الميدان انت والاختصاص نتاعو، يعمل تربص تطبيقي من الاول عام كامل تربص تطبيقي، من بعد فما دروس تكوين متقدم للضباط الاعوان نسميهم، من بعد فما مدرسه الاركان، وبعد المدرسه الحربيه العليا، يعني كل مستوى قيادي عنده التكوين اللي يطلبه بخلاف التكوين اللي صار يعني في مستوى الاكاديمي. كل مستوى قيادي ما تتعدى من مستوى لمستوى الا ما تكون عندك المؤهلات وتكون عملت التكوين اللازم، يعني باش توصل القياده يلزمك تخدم. نحب نسألكم ونختم معاكم بسؤال لكم جميعا. كانت حلمة بالنسبة لكم الالتحاق بالمؤسسة العسكرية سي بطيخ؟ أنا حبيت نعمل الميديسين هيومانيتير، لقيتها في المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية خاطر لأنه متعلق بالحروب وكل بالحروب احنا نعملوا دي ميسيون دو مانتيان دو بي، الأكثرية نعملوا دي ميسيون مش في الحروب، الأكثرية نمشيو بعثات إحلال السلام. إحلال السلام وهذه كانت موجودة في المؤسسة العسكرية بالطبيعة بالانضباط نتاعها بالبحث العلمي، نقوم برشا بالبحث العلمي في الميدان الصحي وسرتو في الدنيرمون بالكوفيد عملنا برشا بحوث وثم مقالات بقلت ربي ننشروها في مجلات علمية باهية معناتها، وثم مقالات ميزان قاعد نكتبوا فيهم إن شاء الله على الكوفيد 19 إن شاء الله. سي سمير بالنسبة لي كنتي كانت حلمة نحس الضحكة هكي رجعتك. صحيح والله كنت من مغرومي رجعتك ليوم المناظرة يعني. مغرومي ياسر بالتاريخ العسكري الحقيقة وقريت في الجامعة والتحقت بالمؤسسة العسكرية والقيادة بارك الله فيها سمحت لي باش وصلت التعليم العالي متاعي وتحصلت على شهادة الدكتوراه في التاريخ وتوا مجال العمل متاعي شاسع ورحب الحمد لله. الحمد لله. سلمى الطوسي الحلمة؟ الحلمة هي الدخول للمؤسسة العسكرية وهذيك اللي صار وكان الأمر كذلك. وكان الأمر كذلك. سي كريم كيف يعني حبيت بشكون في جيش الطيران حلموا وتحققت حلمتهم وانتم زادا أبنائكم مشاهدينا الناس تفرج فينا اللي يحب يلتحق بالمؤسسة العسكرية ما عليه كان يدخل على موقع ديفونس بوينتين. كل عام وانتم بألف خير. شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا الكرام، نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، تصبحوا على خير.